ملك الملوك عذب، جلد، سمر على الصليب، مات وقام، فوطئ الموت وبعث الحياة، فكانت القيامة وانبلاج فجر جديد ملؤه الأمل والرجاء، وكلنا شهود على ذلك. أحبائي، في هذا الزمن نحيا ونحيي نفوسنا بغذاء روحي قوامه الصفاء والنقاء ومراجعة الذات، ونشحن أرواحنا بعبق الإيمان وأريج القداسة. ومن رنين الأوتار وحنين اللحن والنغم نسمو ونرتقي نحو موطئ الملائكة، ومع الكلمة المعبرة والأناشيد والترانيم نغوص في معاني الألم والأمل، حيث هناك تكمن أسرار الفداء وعظمة الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار. في غمرة وروحانية هذه الأمسية التي نأمل أن تنال إعجابكم بدون شك، سترافقنا فرقة بيات للموسيقى والإنشاد بأوتارها وأشجانها بأنغامها وألحانها، لنستمع إعجابا وانسجاما لما ستقدمه لنا من ترانيم وتراتيل جمعة الآلام. وبالمناسبة، فقد عودتنا فرقة بيات على أجمل وأروع الأمسيات وفي شتى المجالات، وها هي الآن وبمبادرة إنسانية اجتماعية تحيي هذه الأمسية التي يعود ريعها بالكامل لدعم وتطوير مدرسة معليا الابتدائية. فكل الاحترام والتقدير لهذا العطاء والتكريم، كيف لا، سيما وأن هذا النبع الصافي مصبه في بحر العلم والثقافة. أهلا وسهلا، يسعدني في هذا المساء أن أكون معكم في هذه السهرة التي نحييها وقد بدأت في فكرة بين درب الصليب والقيامة، فأسميناها درب القيامة. لا نستطيع نحن المسيحيين أن نعيد الفصح ونعود إلى تراتيل الألام، ولا نستطيع في تراتيل الألام أن نصدح بتراتيل الفصح، فالفصح والألام هما على طرفي نطيط. إنما قد جمعنا في هذا المساء ما تيسر من ألحان بيزنطية وسريانية، من إنشاد منفرد وجوقة، وإنشاد معزوف مع فرقة عازفين، لنسكب في بوتقة واحدة سهرة نتجلى بها ونستقبل بها هذا الفصح المجيد. إذ أرادت رانيا العلم أن تغوص، فأنا أريد أن أحلق معكم في هذا المساء إلى مراتب عليا لكي نصل إلى نور القيامة. أما سك الغفران نزلت عنه لأبونا إبراهيم، خلي لك إياه حبيب. نحن اليوم لسنا في صدد لا سكوك ولا غيرها، نحن في صدد المحبة والتضحيات والخدمة الجلية كما خدمها رب الجليل وسيده بكل تواضع وتضحية وألم ومحبة، فرفعه الله أجمل رفعة وأكبرها، وهو الانتصار الدائم والفرح الأبدي. ومعه اليوم نفرح في هذه الأمسية. أود باسمي وباسم أسرة مدرسة معلة الابتدائية أن أتقدم بجزيل الشكر إلى فرقة بيات الموسيقية، إلى قائدها وربانها السيد لورانس خميسي، إلى المايسترو سامر بشار على هذا التعاون المنقطع النظير وهذا التجند لمصلحة المدرسة. فهذه الأمسية الثانية التي يتجندون بها لمصلحة المدرسة، وهذه الأمسية نجني بها
لتطوير قسم الحوسبة في المدرسة ما يزيد عن 50,000 شيكل، وكان قبلها بشهر واحد فقط تبرعات لافتتاح مركز اللغات ما ينيف عن 40,000 شيكل. مدرسة ماليا في هذا الموسم حصلت برايع هذا أو هذين العرضين الأمسيتين وبمحبة العديد من المحبين والمنتمين على ما ينيف عن 90,000 شيكل. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. وما نحن إلا عبيد بطالين نقول ونتمنى ونعمل ونتأمل ونزرع وننتظر، ولكن نزرع ليس بتقدير، زراعتنا خصبة والحمد لله الحصاد كثير. مش رح اطول اكثر. الكنيسة بماليا انه لما بهذا الاسبوع نحن نرافق المسيح بآلامه، ليلة جوقة بياد رح نرافق المسيح، تجعلنا نرافق المسيح بالترانيم والصلوات، ولكن اللي بيرافق المسيح بالآلام كمان بيرافقه بآلام القلب، وخاصة بآلام الغفران. لما يسوع علق على الصليب قال لهم اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. اللي بده يرافق الرب يسوع بالترانيم والصلوات وبالتبرعات وبالحضور والتضحية بده أيضا يرافق الرب يسوع بالغفران، حتى كل هالتراتيل الجميلة رح نسمعها الليلة تلاقي صدى في قلوبنا. كل ما وسعنا قلوبنا بالرحمة وبالمسامحة كل ما هالكلمة رح تنزرع بقلوبنا. أنا بحيي أخوتي الكهنة وخاصة أبو نجاس عابد مدير المدرسة الابتدائية، بحيي رئيس المجلس، بحيي الأنصر. أول مرة بنحييك أنصر لأستاذ وديع مستشارنا بالمجلس رؤساء الكنائس. بحيي جميع الحضور كل الأحبة، ونتمنى لبعضنا البعض سهرة مباركة. حياة هالزواد اللي رح ناخذها تساعدنا نسامح. انا لانه يمكن راني وهي عم تقدمني قالت انه بيعرف خرافه، انا بعرف قسم من خرافي صرت، بس بعرف بركات اللي عندهم اياها خرافي. هلا الله اتمني على الخدمه، ولكن بعرف كمان الصليب الكبير اللي عندنا اياه هو صليب المحبه والحاجه لغفران. بشجعكم بعد هالتراتيل او خلال التراتيل كل واحد يفكر لمين لازم يغفر، مش لأنه بيستحق الغفران، بس لأنه مسيح نغفر للي ما بيستحقه نحن نغفر. حتى علامات الأيام الأولى بحياتنا تكون هي علامة محبة. وشكرا على الإضاءة. كان معنا نعمي زغنون، طبعا تصوير استوديو مشاي تبلش، وشكر خاص لموقع أهلا على التغطية الإعلامية لهذه الأمسية. دائما ما ردد السيد المسيح بعد كل مثل موعظة: من له أذنان للسمع فليسمع. وها نحن استمعنا بكل جوارحنا وبكل شغف وإدراك لما لهذه الألحان والترانيم من وقع وإثارة، فكنا خير مستمعين لأجمل وأرقى مرنمين. أحبائي، لكم مني رانيا العالم هندية جزيل الشكر والامتنان، ويبقى دائما الشكر الأكبر لفرقة بيات قائدا وأفراد وكل من شارك في هذا الحفل الروحي الرائع. شكرا. طبعا كلمة أخيرة للأبونا. وكان نشوة روحية إلا أن نستمع إلى هذه الأصوات وهذه الألحان. باسمي وباسم عائلة مدرسة ماليا نتقدم أولا بجزيل الشكر والعرفان والمايسترو للمايسترو سامر ولكل واحد منكم مرشدين وعازفين. شكرا لكم، الشكر الجزيل على محبتكم الكبيرة. أولا، نحن كمدرسة نتميز بإعلاء القيمة الإنسانية التربوية الأخلاقية والروحية واليوم أيضا الدينية، ونؤكد للجميع
بأن مدرسة مانيا سوف تحافظ على هذا الطابع بالرغم من أن وزارة المعارف كل الوقت بدها الإنتاج إنتاج هسي جيم هسي جيم راح البلد معه دعسوا عليه وبعده بطلبوا الهسي جيم بدون ما يكون في بلد مين. خلينا نظلنا نبني بلد مين وبنبني تحصيله بعدين، بس نبني بلدا بالأول. هذا هو فكرنا. و بدي أتقدم بالشكر لكل واحد منكم على الدعم، وهي الأمسية هي خاتمة الأمسيات، وأريد فيها أن أقسمها إلى قسمين. القسم الأول تكريم وشكر كبير وتقدير لفرقة بيات. بدي أدعو هو مدير البنك في معي، أنا ما بقولش إذا هو عز مدير البنك وأنا مدير المدرسة، بس في معي في جو اسمه ترابط بين المؤسسات عم نقوم فيه، هذا الترابط مبارك وما بيتم هذا الترابط إلا ببركة سيدنا وفي أسبوع الألام. خلينا نكون ترابط جديد لمعليا، بركي مرات كثير هيك إحنا بحاجة كمان لهي النعمة. فأنا دعيت اليوم كمان مش كتبت له أحكي له شو كتبت له للمعلمات، بكتب له للمعلمات تفضلوا معاي، أنا مش مدرسة معي تفضلوا معاي مشان نكرم الموجودين هون. قالوا لي فيش حاجة، قلت لهم أنا مش المدرسة بس معكم أنا سوبر مان. معلماتي والمعلمين بفتخر فيهم كلياتهم دائما المدير الابتدائية. كلمة شكر ومعايدة لسامر بشارة وفرقة بيات وللجمعية بيات كمان. شكر لمعايدة لرانيا العلم الله يخليك، شكر ومعايدة خاصة للجميع. بنقلكم مثل ما كان عم يرتل أبو إبراهيم أشرف، ممكن المسيح قام رتل تفريط القيامة، فبنسمح من هلا لنفسي لكم صلاة معايدكم جميعا، الله يخلي لنا إياكم.